برضو نتكلم على التعديل السلوكي، يعني ألحق إزاي؟ إحنا اتكلمنا على إن ممكن الأب والأم يلاحظوا ويبدأوا يعني يتدخلوا لو خرج الموضوع عن الحد المسموح، يبدأ بقى البحث عن طبيب. في نطاق العمل إزاي الناس تبقى مساندة لبعض؟ إزاي يعني مش عايزة أقول نخفف بعض، لكن نحس ببعض اللي بيها لو حد بدأ يبقى تعبان إحنا كمان كزملاء نبدأ إننا نتواصل مع عائلته. ما هو إحنا مش هنسيب زمايلنا كده، وحتى لو في المدرسة، لو أصحاب بنتي أو ابني لاحظوا حاجة، إيه اللي ممكن يتعمل؟ حطيتي إيدك على نقطة مهمة قوي اللي هي زملاء العمل. يعني زملاء العمل للأسف، يعني للأسف بعض يعني الناس أو المديرين، يعني يجي مثلا حد يقول له أنا عايز أجازة عشان حاجة معينة مثلا، حاجة هو مش عايز يحكي، هو مش عايز يقول هو عايز الأجازة ليه. ما تضغطش عليه وتقول له لا ما ينفعش، لا أصل الشغل، أصلي، وهو ما تعملش ضغط أزيد، ما تعملش اللود عليه أكتر، ما هو مضغوط أصلا. بالعكس، طب خير، لعله خير إن شاء الله، كل حاجة هقول له مشكلة ولا حل، نقبل الأعذار ونسند بعض ونجبر بخاطر بعض ونبطل نكسر مقاديف بعض. بلاش لما نشوف حد ناجح نكسر من مقاديفه، بلاش نتفه ونسفه من حد. بالعكس، المفروض لما اشوف حد من زمايلي كويس، برافو، انت شرف لينا، انت حاجه يعني انا بتباهى بيك، انا فرحان بيك، مش اللي هو احسسه بالدنيه. للاسف في ناس بتستلذ بحتة ان هو يحسس، يعني حد ناجح يحسسه بالدنيا، ايه يعني ما كل الناس دكاترة، ايه يعني ما كل الناس مثلا بتعمل اللي انت عملت ايه يعني. طب ليه يعني الكلمة الطيبة صدقة، صح؟ صحيح. كلمة طيبة دي ممكن كلمة بتأثر في بني آدم. خلينا لو تخيلنا ان في شخص مثلا عمل تحاليل او اشعات وحد بلغه بالخطأ ان هو مثلا تعبان ولا قدر الله عنده حاجة تؤدي الى الوفاة، الكلمة دي هو ما شافش ومتأكدش، بس الكلمة دي هتدمره قد ايه، هيروح البيت خلاص. هو كده ممكن الكلمة نفسها تموته، وممكن يكون وهي غلط يعني وصلت له بالغلط. لو حد تاني مثلا قال له ده انت ده طلعت غلط وانت زي الفل، وانت هتبص تلاقي حد تاني خالص يعني كلمة. بعيدا حتى عن الصدق او انا عاوز اوصل لان الكلمة طيبة، طيبة نجبر بخاطر بعض ونقول لبعض كلام حلو، يعني تبسمك في وجه اخيك صدقة، او كلمة طيبة صدقة. كلنا نعمل كده ونحس ببعض، واللي يلاقي حد من زمايله وحد من قرايبه تعبان بالعكس ان هو يحاول ياخد بايده ويبقى شايف المؤشرات. احنا لازم عينينا تبقى على بعض، مش حقدا على بعض، لا مساندة لبعض في الحياة. الحياة كلها صعبة، لكن لما بيبقى في أصحاب كويسين، في زملاء كويسين، أعتقد أن الموضوع هيبقى أحسن بكتير. جزيل الشكر لضيفتنا النهاردة دكتور أميمة عبد الله، استشاري الصحة النفسية والإرشاد النفسي جامعة عين شمس. شكرا جزيلا دكتور، مرسي يا دينا، وانبسطنا جدا حضرتك كنت معنا.